موشي موشي يا أساطير، رجعنا بحكاية آيريس وكان القسم السابع. لو ما شفتوا الأقسام السابعة لازم تشوفوهم، والرابط بأول تعليق. وقبل ما نبدأ يا ريت يعني نشوف كومنتاتكم الحلوة، ترى بنحاول نقرأ كل الكومنت وبنفرح كتير فيهم، وأكيد بدنا اللايكات. فوقف المقطع وحطوا لايك وارجعوا لنا، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وصلوا على رسولنا الكريم. وليتس جو. طيب يحكي له على حالك بدون شريك؟ طيب تحكي له اكيد لا، عندي شريك كان. طيب يحكي له عم شهادة من العامة، شوفوا مين عم يحكي. طيب بتقول له ولو عيب هالكلام، هاي تعتبر اهانة لهلنا اللي واقفة جنبك. طيب يسألها عم تستهزئي بالعيلة الملكية؟ طيب تحكي له اكيد لا، بس اصلا كنت حابة اخبرك اني بدي اقطع كل علاقاتي فيكم وبالعيلة الامبراطورية، وخلص رح ننفصل انا وياك عن قريب. فبيتفاجئ وبيقولها بس الماركيز ما رح يقبل. فبتقولها بعرف ورح يحاول يرجعنا، بس انا ما رح اقبل. ليك لا تقلق، عن قريب حيكون بامكانك تتزوج اي شخص بدك اياه وما رح تشوفني ابدا بعدها. فبيقولها بس اكيد احنا كعائلة امبراطورية مو تابعين لإلك، تعمل اللي بدك اياه، زواجنا كان متفق عليه من الامبراطور والماركيز. فبتحكي له ايرس لا تقلق، امك وافقت على الموضوع ومعنا بركاتها، فعادي فيك تفرح بدون ما تخبي مشاعرك الحقيقية. بيتفاجئ قال لك، وبتقول له بعرف انك كنت عم تتمنى هالشي من زمان كتير. المهم ما بعرف ليش فجأة بيدخلونا بقصة جين. جين هي مصممة الازياء. كانت جين انسانة فقيرة بتعيش مع زوجها برضه، وحالتهم المادية صعبة، وكانت بتعرف تخيط بشكل جيد بس مو احترافي. وعلاقتها بزوجها كانت حلوة، صحيح انهم ما بيحبوا بعض ولكن يحترموا بعض ومرتاحين سوا، وهالشي خلاهم يكتفوا بعض. كانت جين تشتغل لحتى يقدروا الاثنين يعيشوا حياة كريمة، لغاية ما بيوم من الايام صارت كارثة ومرض زوجها مرض خطير وبطل قادر يشتغل، وصارت جين تشتغل اضعاف شغلها القديم بس لحتى تقدر تصرف عليهم الاثنين مع تكاليف علاجه. زوجها لام حاله وتأسف منها كتير ولكنها ما كرهته، صحيح كرهت العمل المضاعف والقرف والتعب، بس ما كان بدها زوجها يموت. احيانا تكره انه مريض ولكن كان هدفها الاساسي تخليه يتعافى، وصارت تشتغل كتير لصارت محترفة بالتطريز والخياطة. وبيوم لما رجعت للبيت اتفاجأت بوفاة زوجها، حزنت كتير واضطرت تتدين لتدفنه وتشتغل أكثر بكتير لتسد الديون. وبشي مرة تغيرت حياتها فجأة لما استدعتها آيريس الحقيقية لعندها للأصل، لأنها متفاجأة بخياطتها لواحد من فساتين خادمات الشرف. وبوقتها طلبت آيريس منها تخيط لها فستان يشبه الفستان وتخليه أحلى وأحسن منه حتى، وطلبت منها تخلي هالموضوع سري لأنه جين بالنهاية من العامة. وفعلا جين اشتغلت لمدة 3 أيام متواصلة لحتى تبدع، وتعبت وما حست بالمتعة أبدا، بس لما لبسته آيريس وشافت جمالها انسحرت فيه وحست بوقتها بالفرح. لكن اللي حست فيه كمان هي مشاعر حزن آيريس اللي خبرتها انها طلبت منها تعمل هالفستان لانه في وحدة ما عزمتها على حفلتها وبدها تروح وهي لابسة فستان بيشبه فستانها واحلى مع شريك تاني، مع انها كانت مخطوبة لولي العهد لانها بتهمه ولا بيغار عليها. وقررت آيريس تخلي جن مصممة ازياء معروفة عند النبلاء، ولكن لحتى يطلبوها النبلاء لازم تكون لها قدر وقيمة. لايك حكت لها آيريس انسي كل حياتك السابقة، رح اغير لك اسمك واحكي انك قريبتي وخليكي مثل النبيلات ورح تعيشي حياة الغنى، شو رأيك؟ وافقت جن على مضض لانها تعبت من الفقر، بس حست انها خسرت ذاتها الاصلية وبطلت تتعرف على حالها ابدا. وهيك اندفنت جن مع زوجها وصارت السيدة تيريوس. المهم آيريس شعرت بأحاسيس جين وإجت تقنعها إنه اللي عملته هو الصح، وإنه عادي تكذب بحياتها طالما رح توصل للشي اللي بدها إياه،
وهو المال والشهرة، وحكت لها كلنا بنتظاهر بأشياء مو حقيقية، ولا ليكون فكرتي هاي هي شخصيتي الواقعية الحقيقية، انتي ما بتعرفي شي عندي. بوقتها فهمت جان انه ايريس برضو ما عمرها قابلتها بشخصيتها الداخلية، وحكت معها ايريس لأول مرة بصراحة، تسمت لها ونصحتها لحياتها وطلبت منها ما تتنازل للناس ولا تخليهم يتحكموا فيها، وحكت لها انتي تختاري مصيرك بإيديكي. وبوقتها انعجبت جانب ايريس وكلامها. حتى عكل حال كانت ايريس عم تطلع بالفستان اللي عملت لها يا جان ومنبهرة بجماله، وحكت انها لازم تظهر جمالها لانه رح يكون يوم صعب وبلشوا الخدم يزبطوا فيها، وهي عم بتفكر بالاحداث اللي رح تصير. واذا التقى جيسون بقلك يمكن يكون الوضع بايخ، بس اهم شي انه لا الامبراطور ولا الماركيز رح يحضروا الحفلة، بالتالي رح يعرفوا بوقت لاحق عن ايريس وأليك انهم ما كانوا مع بعض بالحفلة، وبوقتها رح تقوم القيامة. المهم بتتجهز ايريس وبتطلع جميلة جدا، وبيوصل كين كمان ببدلة الفرسان، وبتعجب ايريس فيه اكتر وبتظبط له شعره وبتقوله انه هيك احلى، وبتبتسم له فبينسحر بجمالها. المهم بيحملوا حالهم وبيوصلوا الحفلة وبيدخلوا من الأبواب العريضة، وطبعا يعني ما نوصي حريص، النميمة اشتغلت من أول لحظة شافوها فيها مع كين، وإنه مجرد فارس وإنه أكيد لو عرف والدها ولا الإمبراطور رح ينهاروا. وما قصروا بالكلام عن آيريس، إجت بسرعة أخت جيسون ورحبت بآيريس لأنها ملكة الحفلة، يعني هاي حفلتها. وبينما بيحكوا سوا بيفوتوا أليك وهيلينا مع بعض، وبيتفاجأ الحضور أكتر وبيبلشوا يتوقعوا إنه أليك تخلى عن آيريس، ليش مو العكس يعني، وإنه انعاد اللي صار بحفلتها، بس هالمرة على أسوأ لأنها حتى إجت مع شخص عامي، بينما المرة الماضية فاتت مع ابن الدوق جيسون. وبتنظر آيريس وكان لإلهم بينما هم فايتين بشياكة وفرحانين سوا، وبتقول طز بألك كان أحلى منه. المهم بيمشي ألك لعند أخت جيسون وبترحب فيه كمان، وبيقولها أكيد رح أحضر حفلتك بما أنك أخت جيسون، وبتتعرف كمان على هيلينا اللي بتقولها سمعت كتير عنك من جيسون، فبتقول الأخت وأنا كمان حكالي كتير عنك وتمنيت أشوفك. بيظهر جيسون على السيرة ويعني استمعت الشلة الزفت، وسلم أول شي على آيريس. المهم بيقول له أليك مع أنه حكيت ما رح تيجي بشوفك قدامي، فبيحكي له معلش بس لازم أشوف الناس والحفلات، لا أقدر أرجع اندماجي مع البشر، صح فاينا؟ فبيقول له أليك بس ليش ما جبت رفيقة معك للحفلة؟ مو بالعادة يعني تعمل هيك شي. فبيقول له جيسون طلبت من بنت ترافقني ورفضت. فبيستغرب أليك أنه بنت ترفضه، وبيطلع دغري على آيريس، وبعدها قالي بيفهم وبيعصب وبيقول له لا تكون طلب من آيريس ترافقك. فبتقوم هيلينا بسرعة تتدارك الوضع والموقف وبتقول عن جد معقول في بنت ترفض جيسون؟ واو ما أجرأها. فبيطلع عليك عليها باستغراب انه يعني احترميني شوي، وبيخجل المريض جيسون، بينما آيريس بتقولها برافو شكلي رح أحبك لليوم بس. وبتخلص آيريس من هالأجواء اللي حواليها أول ما تسمع صوت الموسيقى، لأنها بتطلب من كان يرقصوا سوا. بينما بيحاول جيسون يوقفها أليك بيوقف يراقب، وهيلينا بتراقب أليك وهي شايفته مهتم بآيريس وبتشعر بالحزن. معلش سوري هيلينا بس ذوقي شوي من نفس الكاس. تنبهر آيريس من رقص كان وبتسأله إذا تدرب أكتر، فبيقولها إنه تدرب كتير لأنه ما حب يحرجها. فبتقوله عن جد لا طافك لا تقاوم، خلي هالموضوع سر بيننا. وبينما آيريس وكان عم يرقصوا سوا ومبسوطين، الناس عم بيراقبوهم وينتقدوا كانوا رقصوا وإنه أقل منهم بكتير، وإنه قال أكيد استغل حزن آيريس بعد ما تخلى عنها أليك واقترب منها، وأنا يا حرام طفلة صغيرة أكيد انخدعت وانضحك عليها. ومع إنه آيريس سامع كل هالكلام بتكون مطنشته، وبتقول إنها ما بدها تهتم لأي حدا، واليوم بدها تكون بالجو وتكون سعيدة وتطنش كل الناس التانين.
بتطلب منه حتى يقترب منها قدام الجميع، وبتحس إنها هي اللي عم تستغله. بس مع هيك بتحكي بدي أكون اليوم متهورة. المهم كان بيعمل اللي بدها إياه، بينما كل الحضور بيتفاجئوا باللي دوبه صار، خصوصا جيسون وأليك اللي فجأة حضرته صار مهتم بعد ما انزبل. وبيحكوا الناس إنه شكلها آيريس بدها تموت لا تعمل هيك شي قدام الأمير، وبتقوله بعدها امشي نهرب سوا من هون ونغادر. بيقولها أوكي وبتروح ترجع تسلم على فاينا وبتحمل حالها لتهرب، وبتقول ما بيهمني كيف كانت نظرات الأمير، المهم إني أنا عملت كل اللي بقدر عليه لأثبت للجميع إنه هيلينا هي شريكة ألك من اليوم، وإنه أنا وياه انفصلنا وبتكون سعيدة كتير وهي مروحة. طبعاً بهالحركة آيريس بتكون ولعت النيران بالحفلة وغادرت، والإشاعات بلشت مثل النار، اللي بيحكي إنها بتكون ألك، واللي بيقول إنها بعلقة مع كان، وحتى فاينا بتروح تسأل جيسون إذا فعلاً آيريس بعلاقة مع فارسها الشخصي، وهو بيسكتها. الناس برضو تحكي عن أليك وإنه ما اهتم لأنه خطيبته هيك عملت ولا غار عليها، دليل إنه ما بيحبها، وبينتبهوا بعدها لهيلينا اللي ما كان لها دور كتير وما حدا اهتم لها، وبيحسوا إنها بنت جميلة. فبتقرر هيلينا تتدخل وبتقول بس أليك انتو انفصلتوا صح، يعني اللي عملته هلأ مو مهم ومو غلط. فبيتفاجئوا الناس انها بتنادي باسمه الاول، وبيعرفوا انها هي خلص شريكته الجديدة، وقالك بينصدم فيها ما بعرف ليش. بس هيك هيلينا تقريبا انقذت الموقف، وصار أليك مضطر يأكد انهم انفصلوا لحتى ما يبين هو كمان انه عم بيخون آيريس. المهم أليك بيضل مصدوم، بس الناس بتبلش تحكي وتقول احسن انه انفصل عن آيريس لأنها حية ومن تحت لتحت، وأسلوبها سيء مع الكل ومع والدها والإمبراطور، وبتحاول هيلينا تدافع عنها بس ما بتقدر، والكل بيقول أحسن لألك يحب هيلينا لأنها ألطة. وبعد بلحظات بيجي خادم يخبر ألك إنه الإمبراطور بده يشوفه. بيروح ألك لعنده وبيقوله الملك سمعت إنك جيت بالحفلة مع هيلينا، إنت مجنون شي، لازم تبقى مع آيريس لو شو ما صار ولو شو ما عملت. فبيقوله أليك بس أمي وافقت على انفصالي عن آيريس. فبينزلت الملك وبيقول أليك وترى آيريس هي اللي طلبت انفصالنا، وكمان بتعرف كمية القهر والمشاكل اللي صارت خلال كل هالفترة، بس لحتى حضرتك انت والماركيز تكونوا مبسوطين ليش؟ ليش أصلا بدك الماركيز بصفك مع انه حدا مو موثوق؟ فبيقوله الملك بعرف انه ما لازم نوثق لا بالماركيز ولا حتى بنته، بس بنته عبارة عن رهينة ودرع لإلنا نقدر نستخدمه ضد ولو بدنا. اما هيلينا فهي مو مثلنا وما رح تتحمل ضغط الحياة وانها تكون الامبراطورة. لو البنت عجبتك اتزوجها بعدين بالسر، بس مو هلأ، ولا تحطها بخطر لانه يمكن الماركيز يقرر ينتقم منها ويقتلها، شو رح تعمل بوقتها؟ اكيد ما فيك تحميها منه. فبيقوله أليك طيب شو أعمل؟ الكل بيعرف عن انفصالنا وهي رح تتجنبني لو حاولت أحكي معها. فبيحكي له الملك بدك تلاقي طريقة ماكرة تخليها ما تقدر ترفضك. بينصدم أليك وبيقول إنه ما بيحب هالأساليب. فبيحكي له الملك يعني بدك تعصي أوامري؟ فبيغرس أليك وبيغضب الملك عليه وبيقوله افهم الأخلاق ما بتم قدام السلطة، المهم تكون قوي وعندك سلطة كبيرة. وبيقلعه. فبيفكر أليك وبيقول لازم يصير عندي سلطة أكبر من هيك بكتير لحتى أقدر أحمي الجميع. بينما الملك بيضل يفكر ليش مرته عملت هيك بدون موافقته وبدون معرفته ولا شو عم بتخطر. وبعد فترة طويلة شوي تطلع آيريس من القصر بعد ما تكون قعدت ببيتها وقت كبير، وهلأ طلعت لأن عندها شوية أشياء تعملها وكلفت كان بمهمة تانية، وقعدت تقول إنه كان ما سألها عن السبب اللي خلاها تتقرب منه ونفسها تخبره إنها معجبة فيه، بس بنفس الوقت بدها تعرف إذا هو معجب فيها كمان أو لا، لهيك مستحيل تسأله هالسؤال وعم تستناه مثل الهبلة
هو يبادر ويعترف، لأنه باقي معها لسه شوية وقت بالعالم، فهي بدها تعرف قبل ما تموت من هون بالحقيقة. المهم بنعرف إنه آيريس توقعت إنه قصد ميديا هي دموع التنين اللي بدها إياهم لأنهم بيحققوا الأمنيات، وبتقول إنها المرة الجاية لما تشوفها راح تسألها بكل صراحة عن الموضوع أو تطلب منها تخبرها عن مكان الدموع. المهم وهي ماشية بالصدفة بتقابل بيرس اللي ما شافته من آخر مرة طلبوا فيها، بالعمد كانت أصلا عم تتجنبه. على كل حال بتقرر برضه تتجاهله لكنه بيقولها لا تروحي، فبتطنش وبتكمل مشي، فبيمسك إيدها وبيقولها لسه بفكر فيكي، فبتقوله شو يعني شو قصدك، وبتسحب إيدها لكنه بيمسكها كمان مرة. تغضب آيريس منه فبيقوم بيسحبها وبيضمها، وهي مصدومة من تصرفاته وبتخاف إنه حدا يعرف أو يشوفهم وتنتشر إشاعات أكثر عنها. المهم بيقولها كل اللي بدي إياه إني أفكر فيكي أكثر، وهو يبكي. تتفاجأ آيريس وبتسأله ليش عم تبكي، فبيقولها بليز خليكي بس معي شوي، فبتحكي له ما بقدر وإنت رئيس الكهنة لازم تكون أوعى من هيك وما تتصرف بهالشكل هاد، وهو لسه عم يبكي مثل البيبي. فبتقوله بس ممكن سؤال وتوضيح، معقولة تكون معجب فيي؟ يتفاجأ شوي وبيقولها الكلام صحيح، فبتحكي له كيف وليش صار هالشي. طيب رح تضل معجب فيي حتى لو خبرتك انه آيريس بتكون اختك من ابوك؟ بينصدم بيرس كتير وبيكون رح ينهار، وهو يقولها مستحيل هالشي، فبتحكي له بقدر اثبت لك، بس باخر لحظة يرجع يستوعب وبيقولها بس انت مو آيريس صح؟ فبتقوله ماشي روحي مو روح آيريس بس نفس الجسد، لهيك الزواج اكيد فكرة غلط، وغير كل هاد اصحى لحالك وتذكر انك رئيس الكهنة اللي اقسم يبقى بلا زواج للابد، وبتغادر بسرعة بعدها. وبتقول انه بيرس مقرف واناني ليش ما بعرف. على كل حال بينما بيكونوا كان وسانتيا سوا، يسألوا سانتيا عن جد عادي تترك آيريس تروح مهمات لحالها؟ وفجأة تظهر الساحرة ميديا عندهم وبتحكي انها اجت لتشوف سانتيا وتلقي التحية عليه لانه صديق مميز لآيريس، وبتقول له المرة الجاي بدي اشوف اصدقائك كمان، وبتغادر هي الثانية. شو هالتصرفات الويرد؟ بتروح آيريس عندها وبتقولها لو صار وسمعتي رنة هالجرس براسك اتواصلي معي بسرعة. فبتسألها آيريس ليش يعني؟ فبتقولها لأنه انذار، خبرتك من قبل إنه الساحرة لو صابها اليأس بتبلش تتطور، لهيك بعد 13 مرة من ما بيسمعوا الجرس يتغيروا الساحرات وبيبطلوا بشر أبدا. وبتقولها لو صرتي ساحرة رح تهلأي بهالعالم، لأنه رح يكون صعب على ساحرة بقوة كبيرة تغادر هالمكان، وانتي مثل ما بعرف يعني ما بدك تظلي بهالعالم صح؟ ليك حبيت انصحك. ما بتعرف آيريس شو تجاوب، وبتسألها على كل حال تفضلي وامديني. فبتقولها آيريس رحت وبحثت عن الدموع اللي بدك اياهم بهالعالم، في دموع حورية البحر ودموع الجنيات بس هدول مستحيل يوزعوا بهالبيت، وفي كمان دموع قطرات الندى بس هاد شي سخيف مستحيل يكون بدك اياه، لهيك ضل في أسطورة واحدة أتوقع أنك بتقصديها اللي بتحكي عن بنت فجأة ظهرت بهالعالم ما كانت بتمتلك شي ولا بتخاف من أي شي لأنه ما كان عندها شي تخسره، وبيوم اتحولت من بنت عادية لحاكمة العالم كله. بوقتها كانت بحالة غريبة خلت الناس يخافوا عليها ويقدموا لها كل شي، كل كنوز اللي بالكون لحتى يخلوها سعيدة وما تدمر الأرض، وبلشت فعلاً تحس بالسعادة أخيرا بعد كل هالهدايا. وبمرة وقعت بحب شاب كان أول حب لإلها، وصارت كل أمنياتها إنها تحقق لأمنياته، لهيك صاروا الناس يحاولوا قد ما يقدروا يسعدوا هالاثنين، وفعلا كان شخص قلبه طيب كتير وعاشوا بسعادة، لكن طبعا في للإنسان عمر وبينتهي. وهيك حبيبها خلص صار على فراش الموت، وقد ما حاولت تزيد من عمره ما قدرت. شكرها وقالها انه عاش ايام سعيدة جدا معها، وبعد موته بكيت الف سنة عليه، ومن دموعها نبتت شجرة وكبرت بسرعة
وحتى أثمرت وسموها دموع الحاكم. كانوا العشاء يروحوا عندها ويحلبوا عندها الشجرة لبعض إنهم رح يضلوا لبعض ويحبوا بعض للأبد ويأكلوا ثمرة منها. بس كل هالهراء اللي بتحكي آيرس بتقول إنه مجرد أسطورة والثمار مو موجودة، إذن بقيت دموع التنين اللي بتحقق أمنية صاحبها، هي هي اللي بدك إياها صح؟ فبتقولها ميديا بدك الصراحة، كنت رح أضحك عليكي أقول لك صح وأخبرك مكان التنين لتروحي تعاني ويتعذب عليكي وترجعي وأحكي لك إنه كل كلامك غلط بس وصلت. فبتنظر لها آيرس بقرف تقولها إذن شو الأساطير الصحيحة عن هدول الدموع؟ فبتقولها كل اللي ذكرتيهم أساطير حقيقية على فكرة. فبتتفاجأ آيرس وبتقولها حتى شجرة دموع الحاكم. فبتحكي لها يب، وهي كانت أول ساحرة، وبعدها طلبت من السحرة يقتلوها لترجع تنولد من جديد، وفعلا استعانوا بتنين ليقدروا يحققوا هالشي، وبالمقابل وعدوا يضل يأكل من فاكهة الشجرة لأنها بتقويه. فبتقولها يعني عن جد الشجرة موجودة؟ فبتحكي لها طبعا بعالم السحرة ومخفية عن البشر وقصتها قصة. فبتسألها آيرس إذا أي دموع اللي بدك إياها؟ فبتحكي لها ميديا رح تعرفيها لما يجي الوقت فلا تقلقي. وهلأ بتحبي نلعب كم لعبة سوا؟ وبتسألها اختاري واحدة من هالبطايق. فبتخاف آيرس يكون إلهم دخل بمستقبلها وبتختار أول ورقة بوجهها. فبتنصدم ميديا لأنها ورقة الموت وبتقولها اوعك تطلعي أي مكان لحالك، لازم تخلي شخص يرافقك كل الوقت من اليوم. فبتقولها لا تقلقي معي كان. المهم بخجل بتقولها آيرس ممكن أشوف كمان حظي بالحب. فبتحكي لها ميديا مع كان قصدك؟ فبتنحرج وبتبلش تصرخ وبتضحك ميديا عليها وبتقولها عندي شي أحسن لك من الحظ، اليوم رح يكون في تكملة لمراسم الفرسان ورح يكون في ألعاب نارية واحتفالات، برأيي تروحي انت وياه لأنها رح تكون فرصة كبيرة للحب. فبتحكي لها بس الاحتفالات خارج المنطقة. فبتقولها ولو انت بنت الماركيز، وفعلا تستغل آيرس سلطتها وبتروح تحضر مع كن وبيستقبلوها المقيمين على الحفل باحترام كبير وبيختاروا لها مكان مميز لا تحضر منه الألعاب براحتها مع كن، وبيبلشوا يشوفوا الألعاب النارية باستمتاع كبير وهم مبسوطين. تمسك آيرس إيد كن وبتقرر خلص تعترف له لأنه قال مو باقي وقت كثير، ولكن فجأة بينفجر شي جنبهم وبينط كن ليحميها بينما هي متفاجئة ومصدومة من اللي صار وشكله الموت عن جد عم يلحقها. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم السابع من حكاية آيرس وكان. برأيكم هل في حدا عم بيحاول يقتل آيرس عن جد؟ ما هو يكون والدها ولا الساحرة مثلا أو صدفة؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. بنشوفكم ملخص جديد ولوقتها سايونارا.